والمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي. أهلا بك معالي الدكتور. بداية لو تشرح لنا والمشاهدين ببساطة أهمية تقرير المنافسة هذا. أولا أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساء المشاهدين، وادعو الله أن يوفقنا في الأيام الفضيلة وأن يتقبل منا صيامه وقيامه وصالح الأعمال. الحقيقة أهمية هذه التقارير الدولية هي تعزز وترفع وتظهر دور التنافسية لكل دولة، فكون المملكة العربية السعودية تقفز هذه القفزة الأمر الذي يؤكد أن احنا بدينا أن نجني ثمار رؤية 2030، وهذا الحقيقة أتت لم تأتي من فراغ، أتت بمتابعة حثيثة من فارس ومهندس الرؤية أميرنا سمو الأمير محمد بن سلمان، والحقيقة تناغم الجهات الحكومية ككل والعمل كفريق مشترك. هذه المؤشرات يعني هذا التقرير يصدر سنوي ويقيس 235 مؤشر، والدول المستثمر العالمي ينظر إلى هذه التقارير كعنصر أولي في تحليله وتقييمه لمخاطر الدول وجاذبية هذه الدول في استثماراتها، وهذا شيء ضروري أن يكون المملكة أن تأخذ نصيبها ومكانتها الحقيقية ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم. وطبعا التقرير يقيس أربع محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، طبعا كفاءة الأعمال وبيئة العمل والممارسات الإدارية والبنية التحتية. فما في شك أن وجود هذه المؤشرات الدولية وموجودنا ضمن بالذات أن نحن نحقق رقم 7 ضمن الجي 20 أو ضمن المجموعة 20، هذا يعطي المملكة أن المملكة اليوم أصبحت موقع مستهدف، موقع جذب استثماري يعني، وهذا ينعكس أيضا إيجابا على الراغبين في بدء مشاريع جديدة. وكيف سينعكس على حياة المواطن السعودي؟ ما في شك أنه تحسين الجاذبية وتحسين كفاءة الأعمال وكفاءة الحكومية يعزز من المواطن، فبتسهيل الخدمات وتسهيل الإجراءات وأتمتة الإجراءات ونمط العمل يختلف ويتحسن ويتطور وأسلوب العمل يختلف وينتقل من مرحلة إلى مرحلة وإلى من أسلوب إلى أسلوب. فهالمملكة تشهد اليوم نقلة وثورة تقنية في كاملة في الإجراءات وتيسير الأعمال وتحسين بيئة الأعمال، وما زال المشوار طويل. يعني إحنا لا نقول نحن عملنا وصلنا، الحقيقة ما زال المشوار طب طويل. ما هي أهداف المملكة العربية السعودية القادمة؟ أين تريد أن تصل في 2020 و2030 أيضا؟ والله المملكة وضعت مستهدفات أن تكون ضمن أهم أول 20 دولة في العالم في الإجراءات والإحساء وبيئة الأعمال وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي في العالم، ومن الدول الأولى في المستهدفة في العالم. المملكة اليوم فاتها قطار كثير في التطوير ولديها كثير من الأمكانات، واليوم رؤية 2030 جاءت لتضع هذه الأمور على نصابها، وإن شاء الله المشوار بدأ وأمامنا مشوار طويل، لكن إن شاء الله الأمور متوجهة بإذن الله بدعم الفريق العمل والجهات الحكومية وبمتابعة سمو الأمير الله يحفظه ولي العهد. طب مع الوزير هناك خطوات محددة سيتم اتخاذها ليتم تحسين ترتيب المملكة في المستقبل لو تطلعنا عليها بعجالة؟ والله تعمرك الحمد لله وتوفيق المملكة أسست جهة مركز التنافسية، اليوم المركز السعودي للتنافسية، هذا مركز جديد أنا أرأس مجلس إدارته ويمثل يوجد فيه ممثلين من جميع الجهات الحكومية. هذا المركز هو عبارة عن مرصد يرصد كل المؤشرات التي تؤثر على تنافسية المملكة، وليس فقط الهدف هو الرصد والتحليل والتقييم وآلية التطوير والرفع من مكانة المملكة لما تستحق وعمل الخطط ومتابعة الجهات للرقي إلى الوصول المكانة التي تستحقها. والمملكة وضعت مستهدفات لكل
مستهدف من هذه المؤشرات الأساسية. فمثلا التجارة عبر الحدود، التجارة بدء مؤشر بدء الأعمال، مؤشرات الإفلاس، مؤشرات البنية التحتية، كل المؤشرات وضعنا خطط تنفيذية واضحة للوصول إلى أفضل المواقع إن شاء الله لهذا. وإن شاء الله يعني ستزورونك ونزوركم كل محطة وكل سنة، وننظر إلى نفسنا ونشوف إن شاء الله المملكة تصل إلى موقع أفضل وأحسن بإذن الله. أنا أشكرك على وجودك معنا الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من مكة المكرمة.